قبل 5 سنين كنت بدارية وجيت على صحنايا بس الأيام كانت دارية كانت كتير حلوة بس هنا هي حلوة الأيام بس مو مثل دارية. هذا ما هبون بين صورة بري ما بمت شون ما بمي خرات كي ما جنب شون جنبي خرات كي. أنا كنت بصف الأول بفكر حضل بدرس بسوريا. قبل 5 سنين الحمد لله كنا عايشين بأمان والحمد لله رب العالمين كفي الأمان والاستأمان يعني واحد كل واحد عايش ببيته ومرتاح. كنت بسوريا مبسوطين وفرحانين كنا نلعب وناخذ دراسة وأرى أهلي مبسوطين. 5 years ago I was traveling a lot between the Syrian cities and I was studying civil engineering. 5 years ago, I was teaching computer networks principles at Damascus University. 5 years ago, I was back home in Damascus, Syria. I had a good life, socially and financially.